معنا مشاهدينا الكرام عبر الهاتف من عمان سيد عبد القادر النايل الناشط السياسي. مرحبا بك سيد عبد القادر. نبدأ من صحيفة سانداي تايمز التي وصفت الموصل بحقل الغام وأن الحياة فيها محاطة بالمخاطر، كيف تصف وضع المدن المستعادة من سيطرة تنظيم الدولة؟ اهلا وسهلا بكم واسعد الله مساءكم ومساء مشاهدي قناه الرافدين الفضائيه. حياك. من المؤكد تماما ان الموصل والمدن المنتزعه والمسيطر عليها من قبل الميليشيات والحكومه في بغداد هي في وضع ماساوي، لان الحكومه تعمدت وتجاهلت بكل ما تصفه هذه الكلمه من عمليات في مساعده انهاء الالغام او المخلفات الحربية التي استخدمتها الطائرات والمدفعيات لميليشيات الحشد وللحكومة في هذه المدن، وبالتالي هي تعمدت أن لا تساهم في رفع هذه المخلفات الحربية، مما يجعل بالفعل أن الحياة في هذه المحافظات والمدن المنتزعة حياة مأساوية للشعوب التي تسكن فيها، لأنه هناك عدة أمور. أولاً، لا زالت هناك عمليات مخلفات حربية تنفجر على المواطنون، ولا زالت هناك جثث موجودة في هذه المناطق، فضلاً على أن المنطقة ملوثة بالإشعاع وبالأسلحة التي استخدمت في انتزاع هذه المدن، التي معلوم تماماً الآن والإعلام يصور أنها استخدمت سياسة الأرض المحروقة، مما يفضي على انتشار الأمراض وغيرها، وبالتالي هذا الواقع المأساوي التي تعيشه هذه المدن. هذا الواقع مع بقاء الجثث تحت الأنقاض في مدن النزوح حتى بعد مؤتمر إعادة الإعمار في الكويت، إلا أن المراقبين يرون عدم إمكانية الحياة في تلك المدن. طيب، أين تذهب أموال إعادة الإعمار التي أعلنت؟ من المؤكد أن الحكومة تسعى في كل قضية إلى الاستجداء وإلى عملية سلب وسرقة كل ما لهذه المحافظات من خصص مالية. هي ليست فقط سرقت الأموال المانحة، إنما سرقت مخصصات أخرى لمساعدة النازحين وغيرها من دول أيضا مانحة، فضلا على أنها لم تخصص في ميزانياتها طوال هذه الحرب وطوال أيضا ما بعد انتزاعها دينارا واحدا لصالح هذه المناطق في هذه المحافظات، مما يؤكد على أن هناك عمل ممنهج تستخدمه الحكومة في عملية زيادة معاناة تلك المناطق. وبالتالي الحكومة تريد من مؤتمرات دولية للنازحين، لطالما حذرت القوى الوطنية الدول على أن الحكومة تسعى للسرقة باسم هذه المحافظات وهي لا تفعل شيئا لأهل هذه المحافظات، وبالتالي الأموال التي خصصت في الكويت وغيرها هي ذهبت إلى جيوب الفاسدين والسراق في هذه الحكومة، ولم تنل أي نصيبا منها لهذه المدن. ورأيتم ورأى العالم أن حيدر العبادي يفتتح جسرا من جسر ربما قديم في الخمسينات كجسر حديدي، لم يستطيعوا أن يعيدوا جسرا حقيقيا، فضلا على أن المخلفات والأوساخ وغيرها على جنبي الجسر، ويهرب من مواجهة النسوة التين يردن مصير أبنائهن. هو لم يأتي بقضية أنه طرحه، ثم حتى مؤتمر الانتخابي ذهب إلى منطقة خاضعة للميليشيات في برطلة، لم يذهب إلى الجانب الأيمن ليقول ما بقي من الجثث، لما لم يتم هناك عمل وطني وجهد حكومي لانتزاع هذه الجثث، كلها حقيقة غادرها بطريقة تعمدية. أفهم من كلامك أن هذا التعامل، تعامل حكومة العبادي في بغداد مع هذه المدن، هو تعامل متعمد، هل ترى أنه مخطط؟ يعني ما الهدف من ورائه؟ الهدف أنهم يريدون زج الناس إلى مرحلة اليأس للوصول إلى التهجير، وليس النزوح، التهجير خارج العراق، وبالتالي لأن المدن لم تصلح للعيش، وبالتالي لا يوجد هناك أي نور في نهاية النفق، وبالتالي يدفع الناس بالهجرة من أجل التغيير الديموغرافي التي تريده الحكومة لصالح إيران، حتى تفرغ هذه المناطق الحدودية والمحافظات الملاصقة لسوريا من أجل إكمال ومشروع إيراني كبير في المنطقة، ومن أجل أيضا أن يتم تسكين أناس من خارج العراق
كالأجانب الذين يقاتلون مع الميليشيات لواء فاطميون وغيرهم الذي يجري الآن، وحزب الله يجري الآن أن تمنح لهم الحكومة قطع أراضي، وبالتالي شرعت قانونا سريعا لمنح الجنسية والجواز لهؤلاء المقاتلين بحجة أنهم قاتلوا وساعدوا العراق. فهو هذا الهدف المرسوم الأساسي التي تمثله الحكومة، لأن الوصايا الإيرانية واضحة لها والأوامر الإيرانية بذلك واضحة المعالم، وبالتالي ما أهل المناطق يشهدون أن هناك توزيع لأراضيهم وتغيير لديموغرافيتهم. أشكرك شكرا جزيلا من عمان، ناشط سياسي عبد القادر النايل.